واش نفطر مزيان باش باش نلقاو الجهد والانرجي باش باش نكملوا الطريق ديالنا، لاننا غادي نمشيو اوتو ستوب المسافه تقريبا مازال عندنا اليوم شي 270 كيلومتر خاصنا نضربوها اوتو ستوب باذن الله حتى غادي نقربوا البحر الاسود ذا بلاك سي. باي باي كامبينغ. بسلامه خاي الكامبينغ. بسلامه خاي الكامبينغ. الله يحفظك صاحبي، الله يحفظك. رجوله كامبينغ رجوله. كامبينغ رجوله. If I start the campsite I will make it camping. دابا الا درتي الا درتي شي كامبينغ ولا شي اوتيل غادي تسميه اوتيل الرجوله. اوتيل الرجوله. ولكن راه العيالات ما غاديش يجيو. And next to it a bigger hostel for my sisters Moruha. Moruha. يا الله انت فهم قلت لكم لا درت شي اوتيل ولا درت شي بروجي بحال كامبينغ غتسميه كامبينغ الرجوله. وحده غادي تسميه كومبينغ ديال الانوثه. بيجر علاش بيجر؟ يس بيكوز ذا سيسترز ار ذا بيست. نو ايكواليتي. نو وومن باور. نو نوت وومن باور، مان باور. ان شاء الله غادي نكملوا الطريق ديالنا. دابا خصنا نتمشاو واحد المسافه ديال جوج كيلومتر باش نخرجوا لوطوروت ونشدوا اوتو ستوب. Sorry. That's all right. It's such a coincidence. Can you hold me? Thank you so much. No worries. Autostop رقم واحد الحمد لله صدقات لينا سيدونا سيدونا ديك جوج كيلومتر اللي قلت لكم الاولى زيدونا حتى لوطوروت هنايا وانا فين غادي نكملوا الطريق ديالنا. هاي نطلعوا باش نكملوا لوطوروت ونمشيو للفرنا. المهم بداية موفقة إن شاء الله، داز مزيانة نشوفو شوفو شنو جايب لينا، شنو البوصلة ديال القدر، شنو مخبى علينا، بين الناس غادي نتلاقاو، وهادشي كامل غادي نصوروه مجموعين، وغادي نعيشوه مجموعين بإذن الله. غادي نمشيو لهاد البلاصة هادي، هاهي فارنا. أو يامر حتى واحد ما بغى يوقف لينا فمك. واحد انت بندو صافي نامبو ويدير عليندو. حنا عايشين ترابندو سارقين الماء والدو وشيمبيراطي ويندو. كلشي بو كلشي بو. عالم ولا مرجان بنادم ولا كليان بالدرهم شري الجيعان زيد ملايين. هلا واه هلا واه. الوقت ديالنا غادي نجلسوا هنايا نديروا اوتوستوب جوج سوايع، الا ما سهلش الله في اوتوستوب غادي نمشيو نديروا بلان بي، لا غادي نشدوا اما التران ولا الباص ولا اي وسيله رخيصه غادي نشدوها باش ما نضيعوش الوقت بزاف. لقينا اوتوستوب دابا. This place on the map. لقينا اوتو ستوب الحمد لله. دابا غادي نمشيو مع هذا السيد هذا غادي يوصلنا. يلا دابا وقف هنايا يشري شي حاجه ربما يشري الكارو ديالو ولا شي لعبه. المهم اوتو ستوب العز ما خدات لينا المده ديال هذيك 20 دقيقه 25 دقيقه، ولكن خص غير شويه ديال الصبر وصافي. غير الصبر وتكون اهم حاجه خصها تكون هي انك توقف في البلاصه. مثلا تنقولوا حنايا ذا رايت هيتش هايكين سبوت، هذيك البلاصه اللي الصحيح اللي فين بنادم يوقف فيها. الحمد لله تيسرات فمك. Da. Da. Do you see when I start singing Moroccan songs, we got a ride. Wa ghadi el jdida wa wdini معاك. And I speak Deutsch. Yeah, he speaks German. الراجل اللي داير معنا اوتو ستوب دابا تيهضر الالمانيه. انا ما تهضرش الالمانيه ولكن فمك كتهضر الالمانيه. لا اي سباك دويتش. تهضري الالمانيه فمك؟ قولي لنا لحفتك، قول لنا شي جمله بالالمانيه. Ich bin ein verreckter Holländer. Hat sie jeder da aus?
وصاحبه غادي يزيدنا واحد المسافه. دابا السيد هذا غادي يدور من هنا لليمن وصاحبه غادي يزيدنا. كيتر معايا بالالمانيه انا ما فاهم والو. دانكشن I'm gonna sit in the front. Danke schön. Gesagt in George the Person. الحمد لله حنايا وصلنا للبلاصة هذه. زيدونا شي 120 كيلومتر. مازال لنا شي 130 كيلومتر وغادي نوصلوا فارنا. يا 124 كيلومتر غادي نوصلوا للوجهة ديالنا بإذن الله. وما حنا غادي نزيدوا. والوقت دابا الساعة يلا شي 1:30. الحمد لله على كل حال راهي الوجهة ديالنا تكون فارنا هي هذيك 124 كيلومتر. غادي نديرو اوتو ستوب لهاد الجهة هادي ان شاء الله. دابا شي 45 دقيقة واش جالسين نتسناو هنا تنديرو اوتو ستوب، ولكن يكون خير ان شاء الله. وي ويل كيب تراين حتى نلقاو شي اوتو ستوب اللي غادي يوصلنا. حددنا الوقت شي ساعة خصنا نجلسو هنايا، إلا فاتت ساعة ومازال ما لقينا والو راه ديك الساعة تبقى عندنا حل واحد وهو نمشيو نشدو الباص ونشدو التران ولا أي حاجة كيما كانت. هاد القنت هذا تيبان ليا شوية ميات و اوتو ستوب ساعة ديال المكانة وحنا هنايا مازال ما جاب الله حتى شي واحد اللي وصلنا. تبان لي القنت والو والو ميات ميات كاينة الطوموبيلات ولكن ما تيحبش ما فهمتش علاش. اوتو ستوب والو ما كايناش، فاين جالسين تما محنسرين. عاد تمشينا واحد 3 كيلومتر باش وصلنا لهاد الباص ستيشن هادي. ودابا راه تنسولو فوقاش كاين الباص، غير هو كاين مشكل كبير اللي كاين هو ان حتى واحد ما تيهضر باللغة الانجليزية. تصور معايا ان دولة كاملة حتى واحد ما تيهضر باللغة الانجليزية، كلشي تيهضر غير باللغة البلغارية، وكاع لا لقيتي شي واحد تيهضر واحد اللغة تانية كاملة تيهضرو باللغة الروسية. تتكون مشكلة في التواصل، واخا تيكونوا بعض التطبيقات لانك ممكن تستعملهم، ولكن هذوك التطبيقات ديما خصهم الانترنت، ديما خصهم الميساجور، بزاف بزاف ديال الحوايج. ايوا وحنا هاد الصعوبات هادو اللي تيكونوا في الطريق هما اللي تيعطيو السفر واحد الحلاوه ديالو بوحدها، وتيخليو واحد الذكريات اللي عندك ما تعاود. لان الانسان ملي تيكبر في اللاج تيبقى القيمه ديالو هو داكشي اللي شاف وداكشي اللي عاش. دابا حنا هادشي تنشوفو وتنعيشو غادي نعاودوه لوليدات ولادنا ان شاء الله. يلا غادي نشدو هاد الباص هذا دابا. وصلنا الحمد لله المدينة فارنا. كانت تلقينا صعوبات في المرحلة الثانية باش نلقاو اوتوستوب، حتى بقات لنا 124 كيلومتر وتحكست لنا اوتوستوب ديال بصح اكثر من جوج سوايع وحنا تنتسناو، وفي الاخير شدينا الباص كما شفتوا. دابا حنايا فرنا الحمد لله كلشي داز بخير، شدينا هاد الهوستل هذا لقيناه، الثمن ديال الهوستل بجوج بينات نخلصوا 15 اورو بجوج بينا. دابا على بركة الله نشوفوا مدينة فرنا كي دايره. شوفوا معايا هاد المكان هذا، هذه عبارة عن مكتبة عمومية، تجي كتجلس تبدا تقرا الكتب ديالك اللي بغيتي. كاينين الكتب كما كتشوفوا هما كاينين في الرفوف، هادو هما الكتب في الرفوف هنايا، ها هما. الا كان عندك شي كتاب كتجي كتحطو هنا، الا بغيتي تبدل انت والشغل ديالك شنو بغيتي دير. هادي هي المكتبة، كتجي كتجلس في هاد البلاصة هادي وتجلس تقرا على خاطرك، تهز كتاب من لهنا وتجلس تقرا هنايا. بغيتي تبدل كتاب كتبدلو، ما عندك شي كتب ما بغيتيهمش كتحطهم هنايا. تنتمنى بحال هاد الافكار يكونوا في المغرب، وتنتمنى ان الناس بحال يطوروا من هاد المسائل هذه في المغرب، وما يسرقوش الكتب واخا يلقاوهم تما يقراوهم ويرجعوهم.
هو البحر الأسود كما كتشوفوا معايا. وفي نظر ديالكم البحر الأسود لماذا سمي بهذا الاسم؟ مثلا ملي تنقولوا البحر الميت، البحر الميت تسمى بهذا الاسم لأنه ما فيش حياة، ما فيش الحوت، ما فيش بزاف ديال الحوايج، وداكشي علاش يسميوه البحر الميت. وهذا تيسميوه البحر الأسود علاش؟ شخصيا ملي كنت صغير كنت نسمع البحر الأسود كنت نقول ربما البحر راه كحل. والله العظيم ملي كنت صغير كانوا يقولوا لي البحر الأسود كنت تجيني في المخيلة ديالي مباشرة بأنه البحر راه كحل بحال الزيت المحروقة ولا شي حاجة. ولكن ملي كتسافر الحمد لله هذه من بينات النعم ديال السفر انك تتفاتح وكتعرف بزاف ديال الاشياء. دابا انتما في النظر ديالكم علاش سمي البحر الاسود؟ نتمنى انني في التعليقات نعرف الجواب. الا كنتي عارف الجواب اكتب لينا في التعليق باش انا نستافد والناس اللي غادي يقراو التعليق حتى هما يستافدوا. هذه هي مدينة فارنا بالليل. في الأول كنت نظن بأن المغرب يحتل المراتب الأولى بالليل. في المغرب في الأول كنت نظن بأن المغرب يحتل المراتب الأولى من ناحية المتسولين والمتشردين، ولكن ملي جيت لبلغاريا الرأي ديالي تغير، أن النسبة ديال المتشردين والنسبة ديال المتسولين هنا في هذا البلد هذا كثيرة كثيرة بزاف. المتسولين كتلقاهم من صنف ديال الشباب تيطلبوا ديما الفلوس، والمتشردين تلقاهم من صنف الرجال كبار السن، تلقاهم بزاف هنا في المدينة. وهذا الأمر هذا ما تنبغيش نصوره، تنحاول نبقى بعيد عليه، لأن كل حاجة من وراءها قصة ديال هذاك المتسول، ربما من وراءها قصة علاش وصل لهذيك الحالة، والمتشرد نفس الشيء راه من وراءها قصة كيفاش وصل حتى لهذيك الحالة. غادي نوصلوا لنهايه ديال الحلقه ديال اليوم. شكرا لكم بزاف، شكرا للتعليقات ديالكم على المشاهدات ديالكم. كان هذا هو الفلوغ في فارنا وشفتوا كيفاش وصلنا عليها. ان شاء الله غدا غادي تكون في مدينه اخرى، تجربه اخرى، مغامره اخرى ان شاء الله غادي نعيشوها مجموعين باذن الله. يلا غادي نخليكم، غادي يلا غادي نمشيو للهوستل ديالنا، غادي نمشيو ننعسوا غدا باش غادي نرتاحوا شويه، باش غدا غادي يكون نهار جديد. تهلاو ليا فراسكم وربي يسهل علينا كل خير، والسلام عليكم.